شايف ان احنا دلوقتي بنحارب مشكلتين، الارهاب والمشكله السكانيه. ما تقلش عن الارهاب، لان المشكله السكانيه هي اللي بتتيح بكل المشروعات العمرانيه اللي بنعملها. علشان نجني ثمره لازم نبقى فيه تنظيم اسره، مش تحديد، لا لازم ننظم. احنا في الستينات كنا احنا وكندا 27 مليون، فكندا حاليا دلوقتي في 2019 37 مليون واحنا 100 مليون. ايه ده؟ والانتاج بتاعهم اكتر. احنا المفروض كلنا نتكاتف عشان نحل الاول المشكله السكانيه. بالنسبه للمشكله السكانيه، طبعا عدد السكان في مصر طبعا بيزيد بمعدل 2.5 مليون كل سنه. عدد الوفيات مثلا حوالي 500 مليون، معنى ذلك ان احنا مثلا بيزيد حوالي 2 مليون. ده طبعا رقم مخيف جدا. ليه رقم مخيف؟ لان في الصين مثلا العدد مش مخيف. ليه؟ لان كل واحد مثلا بيشتغل في تخصصات، في برامج معينه تنمويه. لكن احنا في مصر هنا احنا بنزيد ومفيش معدل التنميه. انت بالزياده السكانيه دي 2 مليون، انت عايزه معدل نمو قد يتجاوز 8%، وبالتالي معدل النمو رهيب جدا. عشان كده لابد نشوف حل المشكله السكانيه دي. مش عيب ان احنا نسن قوانين مثلا يبقى اسره كل اسره فيها 2 مثلا، او اقصى حاجه زي زمان مثلا. الكتله السكانيه الكتيره دلوقتي بنوجهها للمناطق اللي هي بتاخد تجمعات كتيره، زي شمال سيناء في العريش محتاجه حوالي 3 مليون او 2 مليون، لان فيها اعداد بسيطه جدا. فده كويس نتجه بالزراعه. عندنا 1.5 مليون فدان، ده محتاج القوه البشريه دي. عندنا جبل الجلاله، عندنا دلوقتي المدن الجديده، عندنا المصانع الجديده، عندنا محور قناه السويس في التنميه هيشغل ملايين. فكل ده ممكن نعده بالاعداد، يبقى ليها جانب ايجابي بعد ما يكون ليها جانب سلبي، لكن برضه مع تنظيم الناس. ننمي المشروعات الصغيره زي الصين وسنغافوره. اهم حاجه المشروعات الصغيره. انا من دمياط اصلا، وعندنا مهتمين بالمشروعات الصغيره. بس المشكله الدوله ما بتهتمش بالمشروعات الصغيره. لو في اهتمام بالمشروعات الصغيره البلد هتنمى وتبقى 100 100. تعداد السكان وخاصه لو فيه شباب اكتر هي ثروه، ماشي. بس انت هتوظفيها ازاي؟ يعني ايه هتوظفيها ازاي؟ العالم دي عايزه مصانع، عايزه شركات، عايزه مشروعات، كويس، عايز بنوك، عايز حاجات ميسره، تمام، قرور عشان يعمل زي ما الصين عملته، زي ما كوريا عملته، زي ما دول شرق اسيا. طبعا القوة البشرية دي هي قوة اقتصادية، إذا قدرنا نوظفها صح أكيد الدولة هتستفيد منها كتير. وعندنا أمثلة كتير زي دول شرق اسيا بالكامل، زي الصين قدرت تستغل القوة البشرية اللي عندها في دعم الاقتصاد بتاعها. طبعا مستعينا بالعلم، أي شيء بيبقى مش مدروس عشوائي اكيد بيبقى ليه نتائج سلبيه اكتر من الايجابيه. واحنا اذا توجهنا بالتخصص، كل واحد في تخصصه، استعنا بكوادر، استعنا بتجارب علميه موجوده او تجارب اقتصاديه موجوده في الخارج، احنا مش هنصنع العجله. احنا ممكن نبص بس على نافذه العالم بره فيها ايه، ونحاول نطبق ونمصر حسب العادات والتقاليد المجتمعيه عندنا، وحسب الصناعات المطلوبه الاستراتيجيه المهمه عندنا. بالتالي هنقدر ان احنا نستفيد.